فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير ونفع الله بهم وبقناتهم، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل الناس أسئلة تسأل تقول: زوجها يحرمها من رؤية أهلها، وأقسم عليها يمينا بالطلاق إذا ذهبت إليهم أو رأتهم بسبب مشاكل صارت بينهم من كم سنة، وحاليا أبي مريض بين الحياة والموت ورافض يجعلني أروح أشوفه، وأنا مشتاقة أذهب لرؤيته دون علم زوجي، فما الحكم في ذلك؟ اذهبي وأخبريه أنك ذهبت لرؤيتهم، وليكن في ذلك ما يقدره الله سبحانه وتعالى. افعلي وصلي الرحم، وزوجك آثم بمنعك من زيارة أهلك، وهذا إفساد في الأرض. فإذا منع الزوج زوجته من الذهاب لرؤية أهلها ولرؤية أبيها المحتضر أو لرؤية أبيها وزيارته وزيارة أمها مدة خارجة عن حد الاعتياد لغير سبب شرعي، فلا تجب طاعته في هذا، وذلك لقول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. ولأن الله قال: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فقطع الرحم إفساد في الأرض، ولا تجب طاعة الزوج الذي يأمر بقطع الأرحام، اللهم إلا إذا كان هناك سبب يقره الشرع كسبب من أسباب المنع، كان مثلا كانت يخشى عليها من الردة أن يردوها عن دينها، أو يخشى عليها من المسكرات أن يعطوها مسكرات أو ترتكب فواحش، هذه التي تستثنى. أما لخلافات شخصية بينه وبين أهلها فلا يجوز له ذلك. فاذهبي وأخبريه أنك ذهبت، وهو إن سألنا سنقول له: كفر كفارة يمين، والله يختار لك الخير يا بنيتي. تقول السائلة: أنا أعرف أن شخصا قام بسحر شخص آخر ولم أخبره خوفا من الفتنة، فهل أنا مذنبة لأني لم أخبره؟ إذا كان الشخص المسحور عوفيا فلا داعي لإخباره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سحر شهرا كاملا حتى كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، فدعا ودعا ودعا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا فقال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، أما شعرت أن الله سبحانه وتعالى أفتاني فيما استفتيته؟ قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أتاني رجلان فجلس أحدهم عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال: الذي عند رأسي للذي عند رجلي الرجل مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في بئر ذروان. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم من استخرجها، فقالت عائشة: أفلا نقتلها يا رسول الله؟ قال: أما وقد شفاني الله، فإني أكره أن أثير على الناس شرا، فإذا كان المسحور عندك قد عوفي فلا داعي للإخبار، والله خير حافظ وأرحم الراحمين. أما إذا كان المسحور ما زال يتألم ونصحت الساحر بأن يفك السحر ورفض،
فاذهبي إلى أهل المسحور وأخبريهم تناهيا عن المنكر، والله أعلم. يقول: لي صديق يتعامل بالربا ويعطي أمواله التي يربحها لليتامى والفقراء، هل يجوز إعطاء أموال الربا للفقراء والأصدقاء والمحتاجين من أجل مساعدتهم؟ إذا كان يتخلص من هذه الأموال الربوية، إذا كان يضع أمواله في البنوك ويتخلص من العوائد الربوية بوضعها للفقراء والمساكين فلا بأس، لكن كان يقرض الناس بالربا ويأخذ هذه الربويات تصدق بها، فأقولك منفقة اليتامى من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. لكن كان يخشى على أمواله من الضياع والتلف فحفظها في بنك وأعطاه دخولا ربوية فله أن يتخلص منها على النحو المذكور، والله أعلم. يقول السائل: عندي صاحب بعد كل صلاة يسجد سجدة، لما سألته لما تعمل هذا قال: أحمد الله وأشكر فضله. فيقول: أنا خاف أن الذي يفعله ده بدعة، فأرجو الرد. أما تعقيب كل صلاة بسجود لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت تريد الحمد وتريد الشكر فنحن نشكر الله ونحمده، نحمد الله 33 مرة بعد الصلاة كما هو معلوم. فالمحافظة على سجدة بعد كل صلاة أمر محدث، بارك الله فيك. يسأل يقول: هل ندفع زكاة عن الأموال التي دينتها لشخص؟ يعني شخصا أعطى شخصا دينا مالا كدين، هل هذا الدين عليه زكاة؟ أقول: إذا كان دينا حيا يرجى سداده، وأموالك بلغت النصاب يا دائن، فيزكى. أما إذا كان لا يرجى سداده، دين ميت لا يرجى سداده، فلا زكاة عليه إلا إذا جاء يزكى زكاة سنة واحدة، وبالله التوفيق. تقول: ما الحكم في زوجات الأبناء يقمن بالنميمة والغيبة في وسط العائلة لتخريبها وقطع الرحم وزرع الشك، مع العلم أنهن يأكلن الطعام ويشربن الماء ويسكنن بيتا واحدا يفيدون؟ طبعا الغيبة لا يقول بجوازها أحد، والنميمة كذلك، هاتان كبيرتان، كبيرة الغيبة والنميمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: لا يا رسول الله. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: فإن كان في أخي ما أقول؟ قال: فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. ورب العزة يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا فكرهتموه. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به بأقوام لهم أصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون المسلمين، أو عفوا مرة هاجت ريح والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال: هذه ريح التي يغتابون المسلمين والمسلمات. أما النميمة فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، والله أعلم. لكن هنا خطأ وقعت فيه هذه الحماة، حماة أم البنين، وهي جمعهن كلهن في مكان واحد، فالأصل أن يكون لكل زوجة بيتها المستقل، ضاق هذا البيت أو اتسع، لكن سن لكل امرأة منهن بيتها المستقل تعيش فيه، وإن شاءت أن تكرم حماتها بشيء من الطعام والشراب وعموم أنواع الإهداء لا بأس. أما هي التي الأم الزوج الآن تسببت في مشكلة، جمعهن كلهن في مكان واحد للأكل والشرب، وهذا لا يسلم من الاختلاط المحرم، فكثير ما يقع الاختلاط وتقع الفتن بسبب ذلك. فعليك أن تجعلي كل زوجة مع زوجها في بيتها، ولا تجمعهن في بيت واحد، فإن هذا كثيرا ما يولد المشاكل.
تقول تعلم أن الاحتفال بعيد الميلاد لا يجوز شرعا، هل يجوز تهنئة صديقتي بعيد ميلادها شفويا عن بعد عبر رسالة هاتف دون احتفال؟ وهل مجرد تهنئة فيها تبني لمعتقد المهنئون؟ لا، أما وقد علمت أن أعياد الميلاد أمر محدث فلا تدخلي في أعياد الميلاد، لا تهنئة ولا إقامة هذه الأعياد. ونحن نعلم أن الذي يشرع الأعياد هو الله، قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة فوجد اليهود يلعبون سأل ما هذا؟ قالوا هذا يوم عيد لليهود يا رسول الله، قال إن الله أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى. فالذي أبدلنا هو الله، فالأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر، فليس في ديننا عيد ميلاد ولا عيد أم ولا عيد أسرة ولا عيد النصر ولا عيد العمال ولا عيد الفلاحين ولا عيد إلى غير ذلك، لنا عيدان فقط الفطر والأضحى. تقول عمي لكن تسأل هل هذا محبط لكل أعمال الصالحة ومختلف العبادات؟ لا يا أختي، ليس هذا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. تقول عموها ترك الإسلام من 15 عاما ودخل النصرانية وأصبح يسب الرسول وهو مسلم فقط على البطاقة، فوجئت في كتب كتابي أن والدي جعله شاهدا من الشهود. بعدها غضبت وواجهت أبي وقلت له لي خليته يشهد؟ قال لأنه أخوي الكبير وما فيش أي حرمانية ولا ذنب. هل فعلا كلام والدي صحيح؟ لا، كلام والدك خطأ، والكافر لا يصلح شاهدا على عقود الأنكحة. ولكن أقول إذا كان عقد النكاح في وسط جمع كبير ورأوا التزويج فيجزئوا عن شهادة هذا العم الكافر. أما إذا لم يكن ثم شيخ ناس إلا هو فليزوجك أبوك الآن أمام أي رجلين من الصالحين بارك الله فيك. ما حكم قراءة القرآن وصلاة نوافل بنية تيسير أمر من أمور الدنيا؟ لا بأس بذلك، إن الله سبحانه وتعالى قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فمع المسارعة في الخيرات دعاء بارك الله فيك. هل من يصلي السنن أحيانا ويتركها أحيانا عليه ذنب؟ ليس عليه ذنب، لكنه يحرم الخير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا فرض الله علي من الصلاة يا رسول الله قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص يا رسول الله، قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فالنوافل تركها ليس بإثم لكنه حرمان خير، وبالله التوفيق. ما حكم أن تصنع الزوجة لزوجها سحرا ليحبوها ويقبل عليها حتى لا يخرب بيتها؟ هذا حرام ومن الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات، قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، فذكر السحر من المهلكات. هذا يقول من صنع له سحرا ماذا يفعل حتى يزول عنه ضرر هذا السحر؟ يدعو الله ويكثر من ذكر الله، يتحصن بالأذكار الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دعاء الله سبحانه وتعالى، وقراءة المعوذتين مع صورة قل هو الله أحد، وتنفث في يديك وتمسح بها ما استطعت من وجهك ورأسك. يقول هل لو استيقظت بعد صلاة الصبح لي أن أقيم الصلاة لو كنت بمفردي؟ لا، كذلك لا مانع من أن تقيم الصلاة ولو كنت بمفردك. يقول هل لو صليت السنة القبلية تقبل حتى ولو فاتت صلاة الصبح؟ نعم، قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الصبح مع الصبح بعد طلوع الشمس لما كانوا في سفر وما إيقظهم إلا حر الشمس. يقول أستيقظ لصلاة الفجر وأذهب للصلاة وحدي وأولادي نائمون، هل علي إثم تركتهم نائمين أم ماذا أصنع مع زوجتي التي أوقظها وتأبى القيام؟ أيقظهم، أيقظ الأولاد إذا كانوا يتحملون الإيقاظ، أيقظهم. لكن أطفالا صغارا
فارفق بهم بارك الله فيك. أما زوجتك التي توقظها وتأبى أعلم أنك مسؤول عن رعيتك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فقوينها بارك الله فيك. قول أريد أن ألتزم بالدين وأكون طيب بين كل، بس كل ما حاول والتزم بالصلاة أرجع ثاني. اسأل الله أن يجعلك من المقيمين للصلاة، فإن الخليل سأل ربه ذلك قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ثم عليك بالرفقة الصالحة هارون أخي، اجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يقول هل إذا أصيب ثوبي بنجاسة هل لابد أن أغيرهم؟ يكفي غسل موضع النجاسة فقط، يكفي غسل موضع النجاسة فقط. يقول وما حكم من وجد في ثيابه نجاسة بعد الصلاة؟ الصلاة صحيحة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة ذات يوم وكان يصلي في نعليه، فنزع النعلين فنزع الصحابة نعالهم وذلك داخل الصلاة، فلما نزعوا نعالهم وسلم النبي من صلاته قال ما لي أراكم نزعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك نزعت فنزعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن. فدل ذلك على أن الصلاة لم تبطل، لم تبطل لأنه قضى جزءا منها، من وذلك أيضا تكبيرة الإحرام جزءا منها وفي النعلين نجاسة دون أن يعلم. ما حكم الحلف على الطعام بعد الأكل؟ واضطررت إلى كسر اليمين والأكل، كيف حلفت على الطعام؟ أن إذا قلت والله لا أكل وبعدها أكلت كفارة يمين، أطعم 10 مساكين، إن عجزت صمت 3 أيام. زوج أرسل توكيلا للطلاق لأخيه والأخ لا ينفذ، هل كذا الطلاق وقع بمجرد إرسال التوكيل وتنفيذ الأخ الطلاق مجرد إجراء ليس له أكثر ليس أكثر أم ماذا؟ الأصل أن هذا لا يحدث به طلاق إلا إذا قال الزوج أنا طلقت وأرسلت فقط لأخي كي يوثق الطلاق، إذا قال ذلك كانت محسوبة تطليقة. أما إذا لم يقل فإذا تباطأ الوكيل في تنفيذ الطلاق لا يقع الطلاق إلا بعد التنفيذ. إذا طلق الزوج زوجته وكان مسافرا كيف يرجعها؟ بالهاتف، يرجعها في الهاتف يقول لها قد راجعتك قد راجعتك، ويشهد على ذلك 2، قول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. كل جار يؤذي جاره، وعندما تحدثت مع الجاري الذي يتعرض للأذى لماذا تمتنع عن رد الإساءة بالإساءة؟ رد قائلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على أذى جاره اليهودي الذي كان يرمي له القمامة أمام منزله، وعندما غاب يوما تفقد النبي أحواله وعلم أنه مريض وذهب لزيارته. فيقول هذا الرجل، أولا هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول الرجل المتعرض للأذى أنا أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم الجار الذي يؤذي جاره؟ آثم؟ الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أما ردة الفعل فله أن ينتصر بقدر المظلمة، لا يحب الله الجار بسوء من القول إلا من ظلم، فله أن ينتصر بقدر المظلمة وبالله تعالى التوفيق. يقول السائل رزقني الله ببنت، هل ممكن أسميها مكة؟ نعم يمكن أن تسميها مكة، ولكن لا أستحب لك ذلك، لأنه ممكن تنادي للبنت يا مكة يقولون لا هنا مكة ولا كذا ويشتمونها، لكن لا أستطيع أن أمنع إلا أن الترك أفضل في مثل هذه الحالة والله أعلم. يقول نظرت نظرة وقلت يا ربي إذا تحقق لي هذا الأمر سأصوم شهرا، وحصل الأمر على هذا الشهر أصوم متتالي. إذا كنت نظرت التوالي عليك أن تنذر أن تصومه متواليا، إذا لم تكن تنذر أنه متوالي فيجوز لك التفريق وبالله تعالى التوفيق. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألني الله لإخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها التوفيق والسداد، وأن يجعلها ربي منارة خير للإسلام والمسلمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. يقول الأخ السائل: أنا نظرت نظرا وقلت يا ربي إذا تحقق لي هذا الأمر سأصوم شهرا، وحصل هذا الأمر، هل الشهر أصوم متتالي أم أستطيع أن أقسمه قدر الاستطاعة؟ إذا لم تشترط التتابع فلك أن تصومه منفرد متفككا، أما إذا اشترطت التتابع يعني كلام مردود إليك أنت على حسب صيغة نذرك. بارك الله فيك. يقول أخو السائل: أمي أوصت بالذهب قبل الوفاة للبنات دوننا، فماذا نفعل؟ لا تمضى هذه الوصية إلا برضاكم يا بنين، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فالبنات من الورثة فليس لهن ذهب، إنما ذهب تلك عامة كل يأخذ نصيبه منها إلا إذا تراضيتم أنتم يا معشر البنين. هل هناك دعاء أدعو بي عندما يشتد الريح؟ نعم هناك دعاء: ربي أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، يعني أعيد الذكر: ربي أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. هذا ذكره. هل من الممكن أن أمسح على الأكمام عند عدم قدرتي على تشمير كمي؟ لا يجزئ، يعني يريد يمسح على الكم في الوضوء، لا يجزئ ثم لا يجزئ ثم لا يجزئ المسح على الأكمام كما هو معروف. هل يجوز لو صليت بطرحة لف قصيرة ولا لازم خمار؟ يجوز أن تصلي بطرحة لف القصيرة، هي تسمى أيضا خمار، هي تسمى خمار، فالخمار ما غطى. ما حكم صلاة المرأة من غير شراب وقدميها مكشوفتان؟ الصلاة صحيحة وتغطية القدمين أفضل، والله أعلم. حكم ظهور جزء من ذراع المرأة من فوق الكف بسبب أن كم العباية واسع، فعند رفع اليدين في التكبير يظهر جزء من الذراع، الصلاة صحيحة. قل: أن علي سفر وأذن علي الظهر في القطار ولن أصلي إلا بعد العصر، فهل أصلي بعد أن أصل أم أصلي في القطار وكيف أصلي؟ إذا كنت ستصل قبل المغرب لك أن تجمع الظهر والعصر جمع تأخير الظهر، أما إذا كنت ستصل بعد المغرب فصلي في القطار على ما تستطيع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قاعدا فإن لم تستطع صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، والله أعلم. هل صحيح أن من ترك حلق العانة أكثر من 40 يوم لم تصح صلاته؟ لا يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول باطل.
من ترك العانة أكثر من 40 يوم لم تصح صلاته. وحديث وقت لنا أن نترك العانة أكثر من 40 مرفوعا لا يصح، والصواب أنه موقوف. هل صحيح أن الملائكة تترك الإنسان في 3 مواطن؟ هذا حديث غير ثابت، أنها تتركه أثناء الجماع وأثناء الجنابة وأثناء الغائط، هذا حديث لا يصح. الماء المرقي عليه يجوز أن أغتسل فيه داخل الحمام؟ لا مانع من ذلك، ولم نعلم في أي حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ قرآنا على ماء ثم أعطاه القوم، ما علمت ذلك أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نزول اللون البني في ميعاد الدورة الشهرية يعتبر دورة أولا؟ وهل تجوز الصلاة والصيام فيها إذا كان النازل دما؟ إذا كان النازل دما صريحا، دم الحيض دم أسود يعرف، دم كريه الرائحة معروف لدى النساء، إذا كان هذا دم وكمية فهذه بداية الحيضة، دفعة الدم ذات اللون الأسود الداكن المعروف بكراهة الرائحة ما وراه، وذلك في زمن نزول الدم، ما وراء ذلك في سنده مقال. ما حكم الوضوء على حوض موجود بداخل الحمام؟ لا بأس بذلك، لا بأس بالوضوء داخل الحوض الموجود داخل الحمام. لو حد كان يحلف كثير تبقى إيه كفارة الحلف؟ ومش عارف كم عدد الأيمان التي أقسمها، كيف كان يحلف؟ هل كان يقول أقسم بالله أو والله العظيم، أم كان يحلف أيمانا أخر؟ على أي حال عليه أن يعمل أعمالا صالحة، وإذا كان حلف وهو مدرك وحلف أيمانا معقدة فعليه الآتي ذكره: إطعام 10 مساكين من أوسط منطقة المهلين أو كسوتهم، كل مسكين وجبة واحدة، إن عجز الصوم 3 أيام والله أعلم. تقول: هل من الممكن التنازل عن قيمتي ومهري بعد الزواج لزوجي؟ قيمتي ومهري بعد الزواج لزوجي؟ نعم، يجوز أن تتنازلي لزوجك عن جزء من المال، لقول الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. وهل يشترط موافقة الأهل؟ لا يشترط. تقول: زوجها يعطيها مالا لمال الزكاة لأوزعه بمعرفتي للمحتاجين، هل يجوز أن أعطي جزءا من مال الزكاة لأخي مساهمة في تعليمه؟ إذا كان أخوك فقيرا في وسط الناس معروف أنه فقير فلا بأس، إذا في وسط الناس ليس معروف أنه فقير فلا يعطى، بارك الله فيك. تقول: كنت أقرضت صديقا لي مالا من سنوات ولم يرد ولا يجيب علي، وأظنه بصفة كبيرة لن يرد هذا المال، هل يحسب ذلك المال ضمن الحسبة الخاصة بالزكاة؟ لا، لا ليس هكذا، إنما تخصم الديون الميتة ويزكى على المتبقي من مالك معك أو عند ناس لكنه مضمون الرجوع بإذن الله. تقول: لنا جارة زوجها مريض ولا يعمل بصفة مستمرة وتعيش ظروفا صعبة ولها بنات 3، هل تستحق زكاة المال؟ يعتبرها؟ نعم تستحق زكاة المال. مبلغ من المال قد بلغ النصاب لكن قبل أن يحول عليه الحول بشهر ونصف تقريبا ذهب جزء من هذا المال لشراء قطعة أرض وبقي من المال نصفه، هل يزكى؟ لا يزكى النصف إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول، أما إذا لم يبلغ النصاب أو لم يحول عليه الحول فلا زكاة فيه، والله أعلم. قل: أمي الآن في فترة عدتها وكرهت من قاعدة البيت وضاق خاطرها، هل تستطيع أن تخرج إلى الريف لترفع عن نفسها؟ أختار الرأي القيل بالجواز وهو رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقد كانت عائشة تخرج نسوتهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات معتمرات رضي الله عنها. وهذا رأي علي بن أبي طالب ورأي ابن عباس ورأي جابر. وأما حديث امكثي في بيتك حتى أبلغ الكتاب أجله فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لديه مشاكل يرجو الإجابة، إنه كان مدمن على عادة سرية ولا أستطيع التخلي عنها، فإذا عزمت أن أخفها تأتيني في المنام، فصرت أنسى كثيرا وقليل التركيز وأصبحت كسولا وأتعب كثيرا دون جهد يذكر،
الآن حاولت الإنقاص منها بصعوبة، سؤالي هل بعد هذا التوقف منها يرجع تركيزي وجسمي إلى ما كانوا عليه أم على العلاج، وماذا علي فعله لكي أنتهي من هذه العادة؟ إن استطعت أن تتزوج تزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الوقت فليتزوج، في وما لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ولا تخلو بنفسك كثيرا، بارك الله فيك. يقول: قالوا لي لا تقصر الصلاة وأنت في السفر، قالوا لي لا تقصر الصلاة وأنت في السفر إلا إذا نويت السفر، هل قبل صلاة الفجر ذلك اليوم؟ إلا إذا نويت السفر قبل صلاة الفجر في ذلك اليوم. لا، كلام خطأ. يعني يقول له لا تقصر، إذا كنت ستسافر الظهر ما تريد تصلي الظهر مع العصر في الطريق، يقول لك لا، لابد أن تكون نويت بيّت النية بالسفر. هذا الكلام غير صحيح، إنما إذا سفرت لك أن تقصر ولو أنشأت النية قبيل السفر بلحظات، والله أعلم. يقول: نفترض أن شخصا يريد شراء هاتف نقال بتقسيط لمدة معينة، قمت أنا بإعطائه مبلغ الهاتف الذي يريده شراءه ولم يشتري الهاتف، وعند تسديد القسط يكون بزيادة الفائدة، هل يعتبر ربا لأني لم أملك السلعة؟ عفوا، قلنا افترض شخصا ما يريد شراء هاتف نقال بالتقسيط لمدة معينة، فقمت أنا بإعطائه مبلغ الهاتف الذي يريد شراءه وتم شراء الهاتف، وعند تسديد القسط يكون بزيادة الفائدة، هل هذا يعتبر ربا؟ نعم، إذا كنت ستقبل أن يسدد ثمن الهاتف مع سيادة ربوية حرام عليك. يقول: كنت أعمل لفترة في مستشفى ومركز طبي وطالبت بالشهادة شهادة الخبرة، لكنهم لم يستخرجوا لي بسبب خلل في الإدارة، فذهبت إلى مستشفى آخر واستخرجت شهادة بمقابل مالي لأحصل على تلك الشهادة، والعلم أني أنا أستحق الشهادة ممن بس ليس من المستشفى. أنا لا أفتي بالتزوير، لكن كتقييد لك أن تأخذ حقك إذا كنت له كفءاً، والله أعلم. يقول: بعد وفاة الوالد رحمه الله قمت ببيع شيء من ممتلكاته، وأخذت جزءاً من المال وأعطيت الباقي لوالدتي، علماً أن الجزء الذي أخذت أقل من قسمتي المشروعة من مال ذلك البيع، لكن والدتي لا تعلم بأنني أخذت هذا المال لأنها أساساً لا تخطط للقسمة الآن. بعد ذلك أخذت المال فقمت بعمل تجارة حلال وأنا أكسب فوائد، هل يعتبر هذا المال سرقة أم يعتبر أخذ الحق الشرعي؟ لا، أنت لك وجه أنك أخذت أقل من حقك الشرعي، بس عند التقسيم لا تعد وتأخذ مرة ثانية، قل لهم أنا أخذت نصيبي من الميراث. يقول: أنا إنه يعاني من مرض يسمى زيادة شحنات كهربية على المخ، وتناول أقراص لعلاج هذا المرض، تناول 3 أقراص يوميا، مع العلم أنني حين أغضب أقول كلاما لا يليق وأتلفظ بألفاظ بذيئة وأتهم الآخرين. قلت لزوجتي وأنا في شدة الغضب وكلما قلت لزوجتي وأنا في شدة الغضب كما ذكرت سابقا أغضب بطريقة شديدة، قلت لها أنت طالق، في نفس الوقت تقريبا في 5 ثواني قلتها مرتين. إذا قلت لها أنت طالق وأنت في غضب قد أخرجك عن حد اعتدالك تماما، كالذي يكسر الهاتف المحمول أو يركل المراية برجله يكسرها أو يحمل ولده ويدفعه في الأرض، طلاقك لا يقع. قد ألقى موسى عليه السلام الألواح، قال تعالى: لما سكت موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، لكن لما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح، وما عوتب بذلك عليه الصلاة والسلام. تقول: جدي مات من زمان وترك بيتا كبيرا، وأبي كذلك توفي بعد وفاة جدي من سنة فقط، عندنا حق في سكن جدي وعمي يرفض أعطائنا حقنا، فهل يجوز
هل يجوز أننا نرفع عليه قضية في محكمة من أجل أخذ حقنا؟ نعم يجوز التقاضي مع الأقربين إذا أخذوا حقوق الناس، بل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحاكم مع ابنه عبد الله بن عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لابن عمر أطع أباك. وكذلك تحاكم عمرو بن العاص مع ابنه عبد الله بن عمرو عند الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل، فأجابهما الرسول صلى الله عليه وسلم على ما سأل عنه، والله أعلم. فيجوز للولد أن يرفع قضية على ولده إذا كان له ظالما إذا استنفذت الطرق الإصلاحية ولم تجدي، والله أعلم. الأحاديث القدسية هل هي مجمعة في كتاب واحد مثل الأحاديث النبوية، ومنها الصحيح ومنها الضعيف، وما الحكمة من انفصالها عن القرآن الكريم؟ كل ذلك نعطيه لك في مقدمات كتاب لنا اسمه الصحيح المسند من الأحاديث القدسية، وهو كتاب مطبوع ولك عندنا منه نسخة هدية. والفروق التي بين الحديث القدسي والقرآن وبين الحديث القدسي والحديث النبوي كل ذلك موضح فيه إن شاء الله. يقول ما حكم من دخل اليأس إلى قلبه وأصبحت العبادات ثقيلة ولديه فتور وكره للعبادة، وكثيرا ما أردد في نفسي لقد استقمت ولم يرزقني الله شيئا لقد استقمت ودعوت كثيرا ولم تتغير أحوالي للأحسن، رغم أن قلبي يتألم ومشتاق للعبادة ولكن لا أستطيع، وكان شيئا يمنعني. ارق نفسك بالمعوذات وتعوذي بالله من العجز والكسل وصديقي الصالحات الفضليات. يقول منذ مدة طويلة ابنتي افطرت رمضان بسبب الحمل والولادة ولن تريد أن تخرج أب عن كل يوم، هل هذا جائز؟ عليها قضاء الصيام، لأن المرأة الحائضة تفطر وتعيد بالإجماع، تعيد بالإجماع، وكذلك النفساء. منذ مدة إذا تزوج الأب امرأة هل تصبح محرمة على أولاده بالدخلة أم بمجرد العقد؟ لا بمجرد العقد، ذلك لأن الله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ولم يذكر مدخول بهن أو غير مدخول بهن، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فبالإجماع الولد لا يتزوج زوجة أبيه حتى لو كان أبوه عقد فقط. إذا تزوج الأب امرأة هل تصبح محرمة على أولاده بالدخلة أم بمجرد العقد؟ قلنا لا بمجرد العقد تحرم. مات شقيقي ولم تكن له زوجة أو أبناء، وأخذت الميراث كله، وأولاد عم والدي الأحياء يريدون مشاركتي، هل هذا من حقهم؟ ليس من حقهم، هذا يسمى كلالة. قال تعالى وإن كان رجل نورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة، إن هناك آيتان في الكلالة، كلالة في الأخ الشقيق وكلالة في الإخوة لأم، فمسألتنا مع الأخ الشقيق، واحد وترك أخا شقيقا هل لأولاد عمي شيء؟ أقول إن الله قال يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، هو يرثها إن لم يكن لها ولد، فالأخ يرث المال كله، والله أعلم. تقول درست صيني وحاليا بدور على شغل مش لاقي ولقيت شغل ترجمة صيني، بس بعد كده عرفت انه صاحب الشغل في الصين وعايز اما يجي مصر يفتح فرع يعمل قروض للناس، وانا شغلي معه اني اترجم له البرامج، برامج القروض، هل اللي هو منزله يعني هل هي منزله واترحم عليه وعايز يعمل اي معلومات كانت كاتبها صيني انا اترجمها بالمصري؟ اذا كان في الاشياء المترجمه اشياء تسيء الى الدين لا تفعلي، ليست اشياء تسيء الى الدين فلا تفعلي، ففعلي
يعني المترجم ينظر إلى الكلام الذي يترجمه أيضا، إن كان كلاما يضر بالدين لا يفعله، كلاما غير ضار بالدين يفعله. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله سبحانه، ثم الشكر موصول لإخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.